اللي هو بيرمز للاكشوال، والبي بيرمز للتارجت، والنورمال اللي هو السي بيرمز للنورمال يلد. دلوقتي احنا هنكتب التارجت يلد، وليكن مثلا التارجت يلد 90، هنكتب الباسورد الاول وبنكتب السكيل اللي انا عايزه في التارجت زي ما احنا شايفين كده. بمجرد ما بكتب وبدوس على الكود الخاص بالتارجت او الاكشوال او النورمال بيظهر لي في مكانه. ونفرض ان النورمال يالي 80%، ادينا زي ما احنا شايفين بيحصل تشينج في النورمال يالي. وبالنسبه للاكشوال بقى مرتبط بالشاشه اللي تحت اللي هي مثلا 50% الاكشوال، زي ما احنا شايفين بمجرد ما بيتغير السكيل من على الاكشوال، بمجرد ما بيوصل للليفل اللي انا عايزه. عايزين برضو باشمهندس تشرح لنا اكتر يعني ايه النورمال والاكشوال والتارجت. ده التارجت اللي هو بيفيد ايه الشركات او المصانع اللي ممكن تحذف نفس الحذو دوت وتعمل نفس التجربه. يعني في التجربه دي ممكن مصانع تانية تجرب تعمل التجربه دي، هم هيستفادوا ايه؟ تمام. دي عباره عن شاشه بتتحط قدام خط الانتاج، الاوبريتور او الانتاج في المصنع بيحدد للعمال ايه التارجت المستهدف بالنسبه لهم او ايه نسبه المستهدف بالنسبه لهم النهارده مثلا. ولتكن زي ما احنا شايفين برضه هناخد عملي ان هي ولتكن 80% مثلا، التارجت المستهدف من خط الانتاج مثلا ده، والنورمال بتاعه وليكن النورمال 90%. تمام. فانا دلوقتي خط الانتاج بالنسبه لي طلع 40%، ببتدي احدد ان الاكشوال في الساعه دي او في التايم ده وصل ل 40%، بحاول اوضحه للعمال على خط الانتاج وصل ل 60%، بيبتدي الاوبريتور او الانتاج بيحدد لهم انتوا وصلتوا لحد فين بالظبط في الانتاج، في خط الانتاج ده. يعني نقدر نفهم من كده ان ده بيفيد العامل ان هو يقدر يعرف ديلي او كل يوم مثلا هو وصل لحد فين في الانتاج. تمام. يعني كل ساعه كمان في بعض الاحيان في عمال او فنيين بيبقى الانتاج بتاعهم مثلا بيبقى يكون كم معين وفي مرفوضات من الجوده، وهم متخيلين ان هم وصلوا الهدف. تمام. مع العلم ان لا ما وصلوش للتارجت المطلوبه من قسم الانتاج. تمام. ده اللي انا قدرت افهمه من كلام حضرتك. تمام فهم. دلوقتي لما اوصل هنستاذنك بس هنقفل بس الجزئيه ديت ونكمل الفيديو التاني. تمام. Okay, what do you have installed? You tell me, please, I have installed.